يا الله، ما أجمل سورة مريم، يعني تأسرك فيها شعورية بالرحمة عظيمة جدا. ذكر فيها لفظ الرحمة 12 مرة، وهذا لم يحصل في أي سورة أخرى. خذوا شيء من الرحمة والحنان. شوفوا الله سبحانه وتعالى يقول: وحنانا من لدنا، وحنانا من لدنا. شيخ الإسلام بن تيمية يقول: معنى الحنان هو الذي يقبل على من أعرض عليه. يا أخي شوف الرحمة، يقبل عليك وأنت معرض. يا رب سامحنا، اغفر لنا، تجاوز عنا، سامحنا فيما قصرناه في جنابك يا رب العالمين.